جبتي لبس العيد ولا كبرتي عليه؟ انا كبرت على لبس العيد. حقيقة اللبس ما لهوش دعوه بالسن خالص، انا دايما عايش بروح الطفل اللي جوايا. لا اكيد هنجيب دلوقتي بس لسه ما قبضناش. ما فيش فلوس. جبت لبس العيد. خلاص كبرت على الكلام ده، محدش بيكبر. لا الحقيقه انا جبته لاولادي مش ليا. انا بجيبه ثانويا على طول يعني، وانا لسه ما جبتوش بس ناويه اجيبه ان شاء الله، اجيب جزمه العيد ولبس العيد وكل حاجه. كنت الاول وانا صغير بستنى العيد يعني عشان اجيب لبس العيد، ما بقاش لي نفس الفرحه بتاع زمان. لا والله الظروف اللي احنا فيها مش محتاجه لبس العيد عشان الواحد مش صغير على الكلام ده يعني. جبت لبس العيد. جبت لبس العيد. لا جبته اكيد. اكيد كل الناس بتجيب لبس العيد. غالي، الاسعار غاليه. ما راجل متجوز، زوجتي ابدا مني في اي حاجه. لا للاولاد وليا. جبت لبس عيد بكام؟ شكرا صراحه. والله الجلابيه عامله 180. لا طبعا اكيد غالي. هو غالي بس انا اعمل ايه، ما هو ده اللي موجود. اقل حاجه دلوقتي 1000 جنيه. 400 جنيه ممكن، 600 700 جنيه يا دوب. لا يعني اقل بنطلون دلوقتي مثلا معاكي 200 جنيه ب 250. غالي قوي قوي. لا حقيقة هو بالنسبة للبس الأطفال غالي، مش رخيص. في غلاء أسعار فاحش يعني جدا.